خالد مشفق عضو مجموعة السهام. اليوم كنحتفلوا بحفل توقيع شريط مجموعة أفريكا سلم اللي احتضنته مجموعة السهام، وبالأخص عبد ربي اللي شرفت على هذا العمل ونجزت واحد الأربعة القطاع اللي كنتمنى من الجمهور إن شاء الله يتفاعل معها ويشجع الوليدات اللي يستحقوا التقدير والتنويه. مجموعة السهام خدت على عاتقها ضمان استمرارية الخلف، لأنه مورود ثقافي كيحبوه المغاربة شرقا شمالا وجنوبا، وصل للعالمية وما بغيناش هذا المورود يضمحل. مجموعة السهام خدت على في إطار مشروع وطني، أول محطة هي محطة الدار البيضاء مع مجموعة أفريكا سلم، واكبناها بالتمارين بالمواظبة بالتتبع بالكلمات بالألحان بالتوزيع، واليوم غادي توج هذا العمل قدام الجمهور الكريم إن شاء الله. هذه الأيادي البيضاء اللي خصها تمد من أجل ضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي. فعلى المجموعات الرائدة مد اليد، لأن هناك مجموعات كثيرة وكثيرة جدا عبر ربوع المملكة تتوق لهذا العمل المجموعاتي لأنه كيحبوه المغاربة. مجموعة السهام هذه المحطة الأولى وغتكونوا محطات أخرى إن شاء الله. كنتمنى على أن هذا العمل ديال مجموعة أفريكا سلم يروق للمشاهد والمستمع الكريم إن شاء الله. عبد الحق مشفق عن مجموعة أفريكا سلم، هذا اليوم كبير عند مجموعة أفريكا سلم هو توقيع ألبوم المجموعة من بصمة الأيقونة خالد مشفق. هذا الألبوم كيضم أربعة قطاع، واحدة مختلفة عن الأخرى. بالنسبة لليوم، اليوم كيشرفنا أن نكون حاضرين في هذا الحفل اللي هو التوقيع ديال الشريط ديالنا تحت لواء مجموعة السهام. ومجموعة أفريكا سلم هي امتداد للأغنية المجموعاتية التي بدأت مع ناس الغيوان وغادي تستمر إلى مجموعة السهام، وكتنتهي بأفريكا سلم اللي كتحاول تزيد القدام بهذا المضمون بهذا الأغنية المجموعاتية. الحفل كيضم مجموعة السهام، المجموعة الحاضنة لمجموعة أفريكا سلم اللي هي الدعم والسند المساند لمجموعة أفريكا سلم. من هذا المنبر كنشكر رئيس مقاطعة الفداء مجموعة السهام، كل اللي كيشرفوه كل اللي كيدعموه كل اللي كيساندوا مجموعة أفريكا سلم لضمان استمرار هذا الموروث الثقافي. لذلك مجموعة أفريكا سلم كتضمات عناصر شابة مثل عبد الغفور مشفيق، راشيد حفيظ والفضالي. لهذا كنشكروا كاع المنابر الإعلامية اللي كتساند هذا اللون الغنائي باش نزيدوا به القدام، وشكرا شكرا للأصوات. السلام عليكم. دونك محمد كرم عضو عزف مجموعة أفريكا سلم مع جمعية بودور بلادي ومجموعة السيان. أنه كان واحد الحفل في مركب ثقافي للفضاء، وذلك لإحياء واحد توقيع ألبوم جديد لمجموعة أفريكا سلم تحت إشراف الأيقونة والرائد الأخ خالد مشفيق لمجموعة السيان. فكان هذا المشروع كفكرة عن مجموعة السيان واحد الوقت، دابا الحمد لله خير حاجه تنفيذ مع مجموعه أفريكا سلم. وهذه مع هذه المجموعه تكون غانطلاقه، غتكون مازال محطات اخرى ان شاء الله في المدن، بعض المدن المغربيه ك طنجه، ك جو بونس كو مراكش ميم، في الجهه ديال الضربه كذلك. فعلاش؟ وذلك لضمان استمراريه المجموعات، ضمان هذا النمط الفني الميموش، والحفاظ على الحفاظ عليه كموروث ثقافي داخل الساحة الفنية. وشكراً.